معظم أقاربي من والدي المتوفيين وكذلك أقارب زوجتي تعودوا على الاختلاط بين الرجال والنساء واعتبروا ذلك منهاجا وعرفا، فالرجال يصافحون النساء ويجلسون معهم، ولذلك لا أذهب إليهم مع زوجتي أبدا. حاولت أن أذهب وحدي حتى أصلهم، ولكن أخذت نساؤهم يحاولن مصافحتي من باب مضايقتي لعلمهن بأنني لا أصافح النساء، وبدأوا يعملون أشياء تضايقني، فامتنعت أنا أيضا عن زيارتي، والآن هناك بيننا شبه قطيعة، وأخشى على نفسي من أن أدخل ضمن قاطع الرحم، وفي نفس الوقت لا أستطيع التصرف، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. لست بقاطع يا أخي، هم القاطعون، أنت لست بقاطع، هم القاطعون. من أدام المنكر وثبت على المنكر وأبى يقبل فهو القاطع، هو بلد. إن استطعت أن تنصحهم من دون مصافحة للنساء، من دون نظر إلى النساء الكاشفات تغض بصرك ولا تصافح وتنصح وتقول بالحق، فافعل واجتهد، فإن لم تستطع فأنت معذور وهم قاطعون ولست بقاطع.